Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fi hadha as-sabah kayfa halukunna jami'an ya banat, kayfa halukunna jami'an ya habibat. أتمنى أن نكون جميعا في رعاية الله، وأتمنى أن نكون جميعا في حماية الله وفي بركة الله وفي السرور وفي السعادة يعني. ثم أيضا نفعنا الله بما قد درسنا يعني. وأتمنى أن تحضرنا جميعا لهذا الدرس يعني بالحماسة بالحماسة وبالجد. يلا يلا يا بنات استيقظنا من النوم، هيا ندرس يا بنات، هيا هيا. حسنا، إذا كنتم جميعا حاضرين فيمكنكن إرسال رسالة إلي مباشرة. سأنتظركن دقيقتين. كمثل أمس مثلا عائشة حاضرة يا أستاذة هكذا. إيه؟ ما شاء الله، أيوة ممتاز، بارك الله فيكن جميعا، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، لتنقصير الوقت سنستمر درسنا يعني في موضوع جديد، الدرس الإحدى عشرة تدريبات. يعني هذا جمع من تدريب، التدريب. هيا نبدأ نقرأ الحوار ثم نجيب التدريبات. سأقرأ مرتين ثم أنتم اسمعنا جيدا. بسم الله. في بيت عمر حديقة واسعة، في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة، هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح، وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة، الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات، وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلي. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون، ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. حسنا، سأقرأ مرة أخرى. هيا نتابع. في بيت عمر حديقة واسعة، في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة، هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح،
وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة، الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات، وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلي. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون، ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. ثم الآن سنترجم هذا القصة، هذه القصة يعني سنترجم هذه القصة. أولا، في بيت عمر، يعني في منزل، في منزل عمر حديقة واسعة، يعني بستان واسعة، بستان كبيرة، روضة كبيرة. ثم في الحديقة أشجار كثيرة، يعني أشجار جمع من شجرة، كثيرة يعني ضد قليلا، كثيرة ضد قليلة. وزهور جميلة، وزهور يعني جمع من زهرة، زهرة يعني بنغة. جميلة، جميلة ضد أو لون قبيحة، قبيحة يعني برق. هذه أشجار البرتقال، هذه أشجار البرتقال، برتقال يعني بمعنى جرق. وتلك أشجار التفاح، أشجار التفاح يعني pohon apple. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. وهنا dan di sini وهنا dan di sini masbahun saghirun. Masbah yani kolam berenang. Kolam renang saghir, saghirun yani kecil. Diddu min kabir. Diddu yani lawan kata min kabir. Kabir yani besar. Wahunaka mal'abun kabirun, dan di sana mal'abun kabirun. Mal'ab yani al-makan lil-la'ib yani tempat bermain atau lapangan. Hadha mal'ab, mal'abun kabirun. Thumma tajlisul 'a'ilatu fil hadiqah, يعني العائلة تجلس هنا، العائلة تجلس هنا في الحديقة. الأب يسبح في المسبح، هنا يوجد الأب يسبح في المسبح. والأم تقرأ، هذه الأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلي، يعني عمر يراجع يعني mengulang مراجعة دروسه pelajarannya. وفاطمة تكتب الواجب، تكتب menulis الواجب المنزلي يعني PR. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس. في المساء يعني di sore hari. تجلس العائلة duduklah، تقعد يعني تجلس مرادفه تقعد. تقعد العائلة في غرفة الجلوس، العائلة قلت أمسي الأسرة، الأسرة يعني مرادفها الأسرة. في غرفة الجلوس، هذا
هذه العائلة تجلس في غرفة الجلوس، يعني ruang duduk atau ruang keluarga seperti itu. تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. تشاهد يعني ماذا؟ تنظر إلى التلفزيون، menyaksikan atau menonton. التلفزيون يعني هذا، هذا التلفزيون، تلفزي. ثم تذهب إلى غرفة الطعام. تذهب يعني توجه، إيه توجه أو زال أو صار، زال إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. غرفة الطعام يعني ruang makan. الحجرة ليت الحجرة، الحجرة الطعام. وتتناول العشاء يعني makan malam. تمام. هذه القصة ماذا؟ جيد جدا، صح. ثم نجيب التدريبات. التدريب الأول، أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. هذه التدريب الأول، أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. السؤال الأول، في بيت عمر حديقة، نقطة نقطة. أي الجواب يا بنات؟ وواسعة، يعني واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة. ثم الرقم الثاني، الأب يسبح في نقطة نقطة. أي الجواب يا حبيبات؟ هذا، الأب يسبح في المسبح، في المسبح. الثالث، الأم تقرأ بعض النقطة نقطة. ما الجواب؟ الصحف، الأم تقرأ بعض الصحف. الرقم الرابع، في نقطة نقطة تشاهد العائلة التلفزيون. في المساء، في المساء تشاهد العائلة التلفزيون. والرقم الخامس، تتناول العائلة العشاء في غرفة، في أي غرفة يا بنات؟ في غرفة الطعام. أيوة، سهل جدا، صح؟ تمام. سنستمر إلى التدريب الثاني. أجيب، ماذا في بيت عمر؟ ماذا؟ الجواب، في بيت عمر حديقة واسعة. اكتبنا هذا، اكتبنا هذا الجواب. والرقم الثاني، ماذا في الحديقة؟ في الحديقة أشجار وزهور ومسبح وملعب. في الحديقة أشجار وزهور ومسبح وملعب. الرقم الثالث، من الذي يسبح في المسبح؟ من؟ الأب. الأب هو الذي يسبح في المسبح. أيوة. الرقم الرابع، من التي تكتب الواجب المنزلي؟ من؟ الجواب، فاطمة. فاطمة هي التي تكتب الواجب المنزلي.
الركم الخامس ماذا يعمل عمر؟ يعمل عمر يعني يراجع دروسه. ثم الركم السادس ماذا تعمل الأم؟ تعمل الأم يعني تقرأ بعض الصحف والمجلات. تمام، سنستمر إلى التدريب الثالث، يعني أمره ضع خطا تحت الكلمة العربية في كل مجموعة كما في المثال، يعني الألف المدرس، التلميذ، الأستاذة، الطالب. لماذا في تحت الكلمة الأستاذة ماذا يوجد خط هنا؟ لأن هذا مختلف بينهم، لأن هذه مختلف بينهم، لأنها يوجد تاء مربوطة في آخر الكلمة، وهذه اسم المؤنث، وهؤلاء اسم المذكر. وانظرنا هذا الباء، الطالبة، الحديقة، القلم، المدرسة. الطالبة، الحديقة، يعني يوجد تاء مربوطة في آخر الكلمة، صح؟ والمدرسة يوجد تاء مربوطة في آخر الكلمة. المهم هؤلاء، المهم هذا مختلف بينهن، صح؟ ثم انظرنا إلى السؤال الأول، المدير، الصف، الحصة، العمل. أي الجواب الذي يوجد تحته خط يا بنات؟ يعني ضعنا خط في تحت الكلمة. أيوة ما شاء الله. عفوا. ضع تحت الكلمة. ضع تحت الكلمة الحصة، يعني ماذا يوجد تاء مربوطة في آخر الكلمة؟ هذا الاسم المؤنث، وهم الاسم المذكر، يعني مختلف. والركم الثاني المسجد، النظارة، الحقيبة، السيارة. أي الجواب يا بنات الذي نضع خط تحته؟ المسجد، يعني المسجد، لأن هذا الاسم المذكر، وهن وهؤلاء 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 مؤنث، اسم أبا اسم المؤنث. طيب، jadi begini, kita mencari yang mana yang tidak cocok di antara kata-kata seperti berikut. Ini al-mudarris, at-tilmid, al-ustadha, at-talib. Al-ustadha di belakangnya ada ta marbutoh. Di antara yang lainnya tidak ada ta marbutoh. Dan bisa kita fahami kalau misalnya isim mu'annas itu sudah jelas, sudah bisa diterka kalau misalnya ada ta marbutoh di akhir kalimatnya.
Maka yang berbeda di antara keempat kalimat ini adalah al-ustadah. Karena hanya al-ustadah ini sendiri yang ada tanda tak marbutohnya, dan di antara ketiganya tidak ada. Maka ini yang digarisbawahi. Jelas? Nastamir ila ar-rukmu tsalis. Syahr, ma'rid, khaimah wa hammam. Ayo jawab ya banat. Alladhi nadha' tahtahu khat. Khaimah. Li'anna yujad tak marbutoh. Khaimah. Afan, asifah. Khaimah. Li'anna yujad tak marbutoh fi akhiril kalimah. Wa ar-rukmu rabi' mal'ab tawilah mistarah wa syaqqah. Ayo jawab ya banat. Mal'ab. Li'anna hadha la yujad tak marbutoh fi akhiril kalimah. Wa ha'ula'ik yujad tak marbutoh fi akhiril kalimah. Nastamir ila at-tadrib ar-rabi'. Nastamir ila at-tadrib ar-rabi'. Istabdil kama fil mithal. المثال في بيت عمر حديقة واسعة. المثال ملعب أو كبير. في بيت عمر ملعب كبير. ملعب كبير. يعني نجيب كما في المثال. المثال ثم ثم نجيب كما في المثال. Al-jawab yani fi baiti Umar, fi baiti Umar mal'abun, la laysa mal'ab, hadha ashjar, hadhihi ashjar, yani syajarah kathirah. Fi baiti Umar ashjarun kathiratun. Ashjarun kathiratun. Wa ar-rukmu tsani masbah aw saghir. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Masbahun saghirun. Ar-rukmu tsalis zuhur aw jamilah. Zuhur aw jamilah. Fi baiti Umar zuhurun jamilah. Qultu anifan zuhur jama' min zahrah, ya'ni zahratun kathirah. Wa ar-rukmu ar-rabi' tilfiziyun aw jamil. Fi baiti Umar tilfiziyun jamilun. Wa ar-rukmu al-khamis sayyara aw jadidah. Jadidah ay diddu qadimah. Diddu qadimah. Jadidah hadha jadid. Bah baru. Qadimah yani lama. Sayyarah hadha. Hadhi. Ar-rukmu sadis hadiqah wasi'ah. Al-muhim kama fil mithal. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Ar-rukmu sabi' mal'ab kabir. Fi baiti Umar mal'abun kabirun. Ar-rukmu tsamin ashjar kathirah. Fi baiti Umar ashjarun kathiratun. Tayyib. Intaha as-su'al. Naam, intahayna minas soal. Afwan, asifah. Hadhihi al-mufradat ya banat.
يعني نقرأ هذا ثم نكتب في دفتر في دفتركن ثم صبرنا وإرسلنا إلي. شجرة Iya Umi, tadi baca itu. Syajaratun jamak min. Syajarah yakni mufrad min asjar. Asjar yakni jamak min syajarah. Zahratun jama' min Zahratun hadhihi mufrad wa jama' wa jamuhu jamuha zuhur jamilun atau jamilatun ada jamilun lidh lil mudzakkar wa jamilatun sifah lil muannas. Asjarul burtukol hadhihi pohon jeruk. Asjarut tufah pohon apel. Masbahun masbahun kolam renang. Mal'abun lapangan. Ba'dho sebagian au beberapa. Sabiha yasbahu berenang. As-suhuf koran. Majalah jama mufrad hadhihi mufrad wa jam'uha jam'aha majallat raji' yuraji' yani muraja'ah mengulang. Darsun hadha mufrad wa jam'aha jam'uhu afan jam'uhu durusun. Wajibul manzili yakni PR. Syahid syahada yushahidu menonton, menyaksikan. At-televiziyun televisi. Tanawala yatanawalu menyantap. Al-asya makan malam. Hada inna wa akhwa tuha. Inna wa akhwa tuha. Ta'rifuhu isim inna huwa kali huwa kullu mubtada tadakhulu alayhi inna aw ihda akhwa akhwa tuha. Misal innal baba maftuhun. Albab yani isim inna mansub bil fathah. Akhwat inna yani saudara inna. Inna anna ka anna lakinna laita wa la'alla. Masalan inna tafidu at-tawkid. Tafidu tufidu tufidu at-tawkid tufidu at-tawkid misal
Inna malikan alimun. Anna tufidu at-tawkid mithal. Yu'jibuni anna zaidan mujtahidun. Asifah. Ka'anna tufidu at-tashbih mithal. Mithlu. Ka'anna al-ilma nurun. Lakinna tufidu al-istidrak mithlu an-nahwu sahlun. Lakinna qawa'idahu mutasha'ibatun. Laita tufidu tamanna atamni. Atamni. أتمني أتمني يعني أتمني. ماذا تفيد التمني يعني مثل ليت الحبيب قادم ولعل تفيد تفيد الترجي يعني وتوقع مثل لعل المطر نازل لعل مطر نازل seandainya seperti itu. طيب انتهى الوقت يا بنات. سنستمر في يوم الخامس يعني طيب يا بنات أقول قولي هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.